نور انا رايح فين انا راجع تاني اروح بس انا شو ما كمل الجمله مين ما بعرف انا عايزه اللون ده نور عم تسمعيني انت لا تكلي بايدك اسمعي واو فيديو مين هو هذا ديناصور هاي ديناصور سلام عليكم هاي مين انت اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من العاب النجوم اليوم حلقة مميزة جداً لأنه عنا ضيفين كل حدا منهم انشهر على منصة خاصة هلأ رح تعرفوا مين بس قبل ما نبلش الحلقة لا تنسوا تعملوا سبسكرايب اشتركوا وعملوا شير ولايك وهلأ صار بقدر أقول شغلونا لضوية مين سارز من العراق صار ميلاد عيد ميلاد سعيد so happy birthday to me معكم عمر أبو الرب يوتيوبر هلا والله يا قوم أنا ليلى عقيل بكل حلقة رح يكون في ضيفين عم يتباروا ضد بعض وفي أربع جولات وهيك بنقدر نبلش بالفقرة الأولى يلي هي أنا مين أنا مين فقرة لازم تحزروا فيها مشاهير السوشيال ميديا ما بعرف بدي احكيها بس انا ما رايي اوكي والله ما مبين بيشبهوا ابدا صح؟ بيشبهوا ابدا اي ما حدا عارفه ممكن نفرجيكم صوره ممكن كذا اليوم بدكم تسمعوا الصوت وتحزروا اليوتيوبر عن طريق صوته بس يا سلام حلو بنبلش هلا باول شخص تقريبا 8 سنين مع بعض بدي اقول نارين بيوتي انا قلت قبلك انا زمرت قبلك بس ما حكيت ما دخل خلص لا مين فاز انا زمرت وقلت نارين بيوتي انت زمرت بس ما في شوي لا نارين عن نطر لا انا حكيت قبلك اول نقطه بياخد برهوم برافو عليك حلو تقريبا 8 سنين مع بعض فبدي اقول اني كثير مبسوطه انتوا بدهم ينعطاكم اسم هذا اليوتيوبر وبدكم تحذروني اياه عن طريق بدون كلام كلمتين الكلمه الاولى وردة غني ورقص وهيك غني رقص غني وردة غني ريحة غني أنا شو دخلني شو هالحركة عم يقلب الموبايل تيك توكر هي بنت تيك توكر العلاقة بالغني والرقص بس ما بعرف مين طيب مين بسام إسماعيل شعبي انا خفف الظل على اتركك اسامه مروه فيديو صوره وقطر بالملعب بالمونديال طيب هلا بما انه فراس اوكي كان جوابه صح بياخذ النقطة فيديو اليوم نحن بقطر بملعب افتتاح كاس العالم خلينا نشوف الصوره اللي بعدها مين راح يتجاوز ثاني لا نور بنين برافو عليك طلعتي تعرفي اختك نور ستارز يوم معنا نور ستارز قلنا مع وسط المدينة ننتقل للصورة اللي بعدها هذا كوريا الجنوبية شو اسمه؟ شو اسمه؟ لا والله لا مش انت ممكن يكون عمر انت وانت نايم انت وشو انت مش انت وانت جوعان مع الهجوم هاي حاولت ابتسم نفس الابتسامه لا هاي لما كان يعمل دعايه لسنيكرز اوكي مزبوط عمر ابو الرب طب حاول طب قرب لي شخص هلا موجود معنا اليوم ويعني كبير على السوشيال ميديا رفيقك ما عندي فكره يوتيوبر كبير بدبي مين؟ رشيد؟ رشيد؟ لا ثاني واحدة رح تعرفوه عن طريق صورة سودة يعني الكات اوت سلوات حلو كتير انه مبيني بنت في شعر طويل وهيك كان شاب مطول شعره هذا يغششنا من الجمهور كم مرة فينا احذر؟ قد ما بدك قد ما انت يعني ويلينج انه تنزلي لتحت بالنقطة ريم شعره ليس ريم شابر مبدئيا نون جابتك غلط هاي اليوتيوبر صوتها حلو وبتغني أصالة مايتو لأنس برافو عليك جاب غلط لازم نتعلم فيني هيك بيسان بس ما حاسترجع أقول لأنه بيسان عادة شعره كيرلي أكتر صح بس إجابتك كانت صح لو كبستية وما بيسان. كبستية ما رح نحسب لك إياها دو ري مي فا صول لا سي أنا بعرفه هلا مبدئيا عارفة. بس يا خيي كيف هاد بنت طيب نارين بيوتي أنت ليش بصير على نارين بيوتي؟ لا
رح ضل اقول نارين بيوتي لحتى تطلع بس نارين بيوتي, نارين بيوتي بتلبس نظارات. لا هلا حاليا انت ناقص 2 سارة 2 انتبه على حالك علاء. طيب حذري على الاقل خلينا نعرف. ما عم حاول ما عم رح اعطيكم هنت ركزوا معي منيح. أيوة. اذا جاوبت صح باخذ نقطة؟ طبعا. هاي اليوتيوبر البنت اوكي هي اخت يوتيوبرة كبيرة. نارين بيوتي لا تكبس حذر نصيحة. انا بعرف مين يوتيوبري كثير لازم تقول وقتها لنور ستارز بدي خاطر. اجابتك صح على برافو عليك وجواب هو بنين ستارز. بنين صح برافو. هاي جايز بانشات كنا مناح ومبسوطين وانتم عم بتشوفوني بفيديو اليوم. فهيك بتخلص الجولة الأولى. هلا الجولة الثانية مزيج مزاج. ريدي؟ يس يلا عزورة عزورة الايموجي. بدي تشوفوا هلا مجموعة ايموجيات وتحزروا منها اسم غنية. ماشي سهلة سهلة. أنا رايح فين؟ أنا راجع تاني. أنا مش هنساك ولا قلت صح؟ صح؟ لا نسيني الدنيا. لك استنى شوي. جابتكم اثنيناتكم غلط. لو الف لو الف في العالم خليني اعطيك حياتي تكمل. الايموجي اليسار هو فعل اوكي هو عم يطلب من الايموجي اللي على اليمين هذا الفعل. راجع يا دنيا وداع كثير قرب وداع يا دنيا وداع مش عارفه طلعت بس كثير قرب. اثنيناتكم قربتوا. ماشي يا دنيا اذا ما عرفتوا غنية لا تجاوبوا. مشيني يا دنيا مشيني يا دنيا يا حياتي رسيني رسي هي حاجه كده لسه قايله من شويه ما نفعتش كل حاجه قلتها انا غلط غلط بس كتير قربتي لانه جواب هو سايريني يا دنيا. والله العظيم دي اللي قصدي عليها. سايريني يا دنيا سيري بينا يا دنيا. هذا الدولاب عليه مجموعه من الالعاب بدنا حدا منكم يفتلها هلا وينقي لنا اللعبه. مين بيتطوع؟ منصه لك. شكرا. الله هالفتله. بدنا نشوف انت قديش بتعرف اليوتيوبرز اوكي. بدي افرجيك صور ايموجيز لازم تقول لي مين اليوتيوبر اللي بتمثل هاي الايموجي عنه اوكي. صعب شوي بس يعني عندي ثقه فيه. خلينا نحاول. فكر خارج الصندوق مو بس يوتيوب عربي. ممكن اللي بيحاول يعمل الموضوع الفلوس نور ستار. لا لا برا اليوتيوب العربي. برا اليوتيوب العرب مستر بيست. برافو نايس نايس. behind me are the most expensive cars in the world. 1 2 3. اختار صح. بدي اعطيكم اربع خيارات واسالكم سؤال. ما هو اكثر فيديو مشاهده على يوتيوب؟ ديسباسيتو باث سوم بيبي شارك شيب اوف يو. بيبي شارك. بيبي شارك هو الجواب الصحيح. برافو كارولين. يلا برمي بس ما تخلعيها. ايه ما بديك قوي لانه هات نشوف فكره مزاجك. يلا فوتوا لنا التياب. بابا حبيت حسيت خلاص بيلبقوا مع بعض يعني حبيت هيك. اول شيء حبيت با تليفون بيقولوا له هذا مش شيء كبير شوي كبير. ايه صلاحات وحبيت اخلط مع الجينز شيء فيه نقشات فشفت هذه الشميز عجبتني. انا حبيت اللوك صراحه. التحدي هو انه تعملوا ميك اب لحالكم بدون مرايه بدون ما تشوفوا حالكم ابدا. يلا 3 2 1 بلش. برشز شو بيعملوا؟ طيب ما حاجه حطوا الاي شادو عشان ما نعمل هيك. الاي شادو يعني لا مرايه ولا برش. هي يعني. وانا عشان مش حاطه ميك اب فبحس اي حاجه هحطها هتبان قوي. هلا روج وين تميك هون. انا عايزه اللون ده. بس المميز بهالحلقه هو انه رح نسالكم اسئله عن شلون واحد يكون عم يربي اولاد. اوه المهم كم عدد الحفاضات التي يستخدمها الطفل؟ اسمع كم عدد الحفاضات التي يستخدمها الطفل خلال اول عام من حياته؟ اعطيكم الخيارات 500 1000 2000 3000. طيب خير الامور اوسطه 2000. سبحان الله وقت واحد يشلف ويطلع جوابه صح. شكرا. ها
هاي الحلقة بالذات رح تكون تحذير عن أغاني اليوتيوبرز، لكن لو القصة لا استني أخلص، لكن لو القصة بيب يا بيب أنا أوت أوت أوت. لكن لو كرست أوكي مصطفى، لكن لو القصة بيض يا حبيبي أنا أوت. بس أنا ما كمل الجملة، ما كمل الجملة عارفة بس خلاص عرفت المقطع. كان لازم بعد هو قال بعد ما خلصت يا حبيبي يا حبيبي دقيقة هو قال بس خلص الجملة. أنا ضغط قبله لما هو ضغط أنا قلت له نعم. ليلى صرتي بوضع خطر هلا، أنت حاليا صفر ومصطفى ثلاثة، شو شعورك؟ أنتوا غشاشين. أوكي نكمل للغنية تصف جبهات. لكن لو القصة بيض يا حبيبي أنا أوت 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 أوت. رح نختبر الآي كيو، معدل الذكاء تبعكم. هاي حزورة، ما الذي سيأتي دائما لكنه لا يصل أبدا؟ عمار حدا عازمه على العشاء. الموت. إجابتك غلط. الهند هي أنه هذا الشيء يصل كل يوم. والله عندي سؤال فلسفي. يلا خليني أفصل الصباح. إجابتك غلط. أعتبر لك السؤال جواب غلط ولا صح؟ لا اعتبره صح لانه انا واثق. الاجابه هي غدا. غدا هو الصباح. راح اعتبر لك جواب صح. السؤال اللي بعده هو مو فلوجز كان يشتغل مهندس برمجيات، مهندس بترول، عامل نظافه، مصفف شعر. اول وحده بس اجابتك خاطئه. لا مهندس بترول. هذا جوابك النهائي؟ لا اصلا. I don't know. تفكيرك صحيح لكن اجابتك غلط. مره ثانيه بنين، بما انه بنين اعطيتك محاولتين راح اعطي هالمره محاوله لساره لانه شفتوا عم تكسب نفس الوقت. ثقتك بنفسك حلوه. لكن جوابك غلط. والحقيقه انه مو بلوكس كان عامل نظافه. يس كنتوا بتعرفوا هذا الشيء؟ لا اول مره. قبل يوتيوب انا شو بحب اعمل؟ اوكي يلا شو سير تجاوبوا يلا. اوكي الاثنين خسروا. بتصلح موبايلات. لا garbage. Really؟ والله؟ تبع زبالة. Really؟ بس هلا بدنا نعمل شيء مميز، بما انه انتم كثير رفقة، بدنا نمتحن صداقتكم، نشوف إذا انتم عن جد رفقة على الحقيقة. اللعبة المفضلة عنا بنلعبها دائما، شو هي؟ فيفا. صح. اوكي نايس نايس. أطيب أكلة عندي. أطيب أكلة عنده. اسباجيتي. أوه نايس. بفقرة بورد جيمز اليوم بدنا نلعب لعبة مشهورة اللي هي XO. استراتيجيات. اوه عبد الله كان جاهز فورا. اوه بينت. نعم لكم كنت حطها هون تربح. هيني فزت. هدول الكروت مكتوب عليها كلمات او جمل او بيوت شعر وانتو بدكم تقولوا لي اياها وانا لازم احذرها. سهله صح؟ بس الفرق انه لازم يكون بيتمكم القطعه البلاستيكيه. 30 ثانيه 3 2 1. راحي روحي. روحك. روحك. راحين. روحين؟ روحي. روحي روحك يا روحي. روحي روحك يا روحي. راحين وراح. روحين وروح. راح. روح واحدة. الثعلب الذكي. الثعلب الذكي. قفز. جاهز؟ 3 2 1. كابتن فاقد الوعي طياره. شو كابتن فاقد الوعي طياره؟ لا انا كابتن الطياره فاقد الوعي. اطتنا 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 اطت اطتكم. هي اللعبه اسمها وات دو يو ميم. لما تبقى مبسوط انك جبت صفر. نبلش بأول واحدة. جاهزين؟ جاهزين. معكم 30 سنة تفكروا بنكتة. أقول؟ يلا أقول. الجمهور السعودي لما يعرف أن محمد صلاح مدى للاتحاد. أوكي مبدأ خلينا نشوف إذا بيطلع معك أنت أحسن. أنا وأنا خارج من الشغل. مبدئيا أنت تبعيتك واقعية. أوكي تبعيته مضحكة أكثر. بهذا التحدي بدكم تخبروا حدا من رفقاتكم وتعملوا عليه مقلب. احكي مع زياد. اوكي بدي ادخل بالمود. حطها ميوت. ها يا الو الو
أهلين زياد، كيفك؟ تمام. بدي أسألك سؤال، جنبك حدا؟ لا. طيب، في داس طلع من البيت ودقلي قال لي إنه هو رايح لعندك، فهو معك هلا؟ أي معي. طيب فيك تعطيني إياه؟ لا مو معي. شوفي رن، معك ولا مو معك؟ لا مو معي. شوفي، ما بعرف. شوفي، أنا عم بسألك، هو قال لي إنه هو رايح لعندك، وصل القصة شي 10 دقايق. سؤال، عم تعملوا شي مقلب؟ فما يغلق لي. أكيد ما له مقلب. قولي والله العظيم. أوكي، شكراً. يلا أوكي. أنا خلاص لا تعملوا فيني هذا الشيء، لأنه ما بيغلق لي. عرفتي؟ بدكم دقوا لحدا من اليوتيوبرز اللي رفقاتكم أو الإنفلونسرز، في واحد منكم بده يحط سماعات وفيها موسيقى عالية ما يسمع شو الشخص اللي عم بيحكي معه تليفون عم بيحكي. ألو؟ يس. ألو؟ هاي حنين، كيفك؟ انت نور؟ ايه حبيبي. نور تبعيتي؟ ايه نور ليك صوت. وينك ما عم شوفك؟ انا قاعدة عند شمس، بدي مصاري صراحة. انا بدي مصاري. ايه انت مستحيل. عشان ما معي مصاري، ما معي ماي كارد. شو؟ ما معي مصاري عن جد. بعطيكي مصاري اوكي، بس الكارد الكارد تبعي ما معي. نور ار يو فاين؟ بدي اشتري ثياب لانه نعمل شوبينج انا وانت. اوكي نعمل شوبينج، بس عم تسمعيني شو عم بحكي؟ ما معي مصاري عن جد، بس كثير عم بعمل شوبينج. نور عم تسمعيني انت؟ ايه ليه ما حاطه صامت انت؟ حتى موبايل عم يرن. ثواني بس. الو. ولا بحكي كات ولا شيء. صعب الخساره، صعبه. بس كهربتي. شبي شو صار؟ خرب. لازم شو شريك؟ لازم اوقف الحلقه خلص. انا لازم اطلع بسرعه. ها؟ خير، في شيء؟ ليش؟ كات. فما بعرف اذا هذا الشيء رح ياثر بالحلقه. لانه انا ما توقعت انه شغله، انه هلا انتم دعيتونا على هي القصه والدنيا، انه بس انه يصير في حكي ثاني، انه برات الموضوع، انه حدا يحكي معي هلا انه انتم جبتونا هيك كذا ودنيا. شو الحكي؟ انا ما بعرف مين المسؤول عن الحلقه. لا بس مين المسؤول عن الحلقه؟ اذا انت متضايق من شغلات يعني. لا انه مثلا هلا مو متضايق من شغلات، انه هذا حكى معي بخصوص البرنامج، انه قالوا لنا انه كلمتين انه ما حلوين انه انتم حاكين عنا انه قبل ما نجي وقبل ما نطلع وهيك. مين حكى عليك؟ انا بتقتل معهم اخوي. لا مو انت، مين مسؤول الحلقه؟ بس انا كمان ساشا هي مسؤوله الحلقه ولا مين؟ هي حكت ورنت حكوا. قالوا مثل ما حكيت لك يعني الموضوع هيك ما بس بيصير. بس شو صاير؟ اللي صار نزل ايدك بعد اذنك. لا تمد ايدك شوي. مش نجم لا تمد ايدك. اسمع اسمع لك اسمح عم تضحك يا زلمة. جايز لا تنسوا تشتركون بالقناة الجميلة، حطوا لايك، اشتركوا بالقناة وسبسكرايب، فعلوا جرس الإشعارات عشان نجيكم إشعارات لما ننزل فيديو. والرائحة معنا بحلقة ألعاب النجوم لليوم هي مبروك زكي. مبروك عبسي، برافو عليك. الرابح معنا هو مين؟ بسمة. مبروك ربحت معنا. النجوم سارة بتربح معنا تحدي جينجا بعد طول غياب. بنين برافو عليكي، بتربح معنا. انا انجويت ضياء الرابح معنا بحلقة المزاج. قولوا لنا انتم بالكومنتات مين بدكم. علي مبروك. ايه واخيرا شهم. مبروك. مين؟ ربحت. مين شهم؟ فراس مبروك، برافو عليك. راند يو ديد ا جود جوب كمان. يا الله. عبد الله عليك عمر. ثانك يو حبيبي.